مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في زوايا حدث هذا المساء. التطورات على جبهة الساحل الغربي ودلالة هذا التحول في مسار إسقاط الانقلاب، فيما يبدو أنه تغير في خطة التحالف العربي في إسقاط صنعاء وإنهاء الانقلاب بطريقة أخرى تتجنب خوض معركة كبرى في العاصمة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع منذ عام. قال المتحدث باسم التحالف إن الوقت لم يحن بعد لتحرير صنعاء، وأن استراتيجية التحالف تقوم على تأمين مأرب وباب المندب وإنهاء العمليات فيها، فالآن ليس وقت صنعاء، ولكل حادث حديث بحسب تصريحات نقلتها عنه صحيفة الاقتصادية السعودية. يبدو هذا واضحا من خلال عمليات التحالف في الساحل الغربي التي بدأت قبل يومين باستعادة باب المندب، ومن المقرر لهذه العمليات أن تمتد على طول الساحل الغربي بحسب تأكيدات مسؤولين في الجيش الوطني والحكومة اليمنية. هذا الأمر يضع سلطة الميليشيا في صنعاء تحت حصار قوات الجيش الوطني والمقاومة المسنودين بقوات التحالف من الشرق حيث جبهة مأرب، ومن الغرب على امتداد الساحل. ما الذي يشير إليه هذا التغير في استراتيجية التحالف؟ وكيف سيكون الطريق إلى صنعاء؟ هذه التساؤلات وغيرها سأضعها على ضيوفي هذا المساء، إذ سيكون معنا لمناقشة هذا الموضوع من الرياض مختار الرحبي المستشار الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية، ومن القاهرة العميد متقاعد محسن خصروف، ومن تعز الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. نتابع الآن هذا التقرير. المعركة في مأرب والساحل الغربي والهدف صنعاء، معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات تابعة للتحالف العربي وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع على مساحة واسعة من الساحل الغربي، حيث ذكرت مصادر محلية أن قوات الجيش والمقاومة تقدمت في منطقة الوازعية باتجاه معسكر العمرية الذي تجمع فيه الحوثيون، وباتت على بعد 20 كيلومترا من منطقة ذباب، فيما تشن قوات الجيش الوطني وطائرات التحالف قصفا مدفعيا وجويا عنيفا على مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة المفرقة في مديرية باب المندب. تأتي هذه التطورات في أعقاب عملية اطلقها الجيش الوطني وقوات التحالف تهدف لاستعادة المناطق الساحلية وطرد ميليشيا الحوثي منها بحسب تأكيدات مسؤولين في الحكومة. وبحسب مراقبين فإن الهدف من هذه العملية هو تشديد الحصار على سلطة الميليشيا في صنعاء وإسقاطها بدون الحاجة إلى حرب كبيرة في المدينة التي تضم أكثر من مليوني شخص وتسيطر عليها ميليشيا الحوثي منذ سبتمبر العام الفائت. وأكد ناطق باسم الجيش الوطني أن عمليات التحرير تجري بالتزامن مع قطع خطوط الإمداد عن ميليشيا الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء تمهيدا للسيطرة عليها واستعادتها بأقل الخسائر. وهذا ما تشير إليه ضربات التحالف خلال الأيام الماضية التي ركزت على قطع خطوط إمدادات الميليشيا بين صنعاء والحديدة وصنعاء وبقية المناطق الشمالية. وما يعزز هذا الرأي هو تصريحات جديدة للمتحدث باسم قوات التحالف تشير لأن الوقت لم يحن بعد لتحرير صنعاء، وأن خطة التحالف هي تأمين مأرب وباب المندب وإنهاء العمليات فيها، مشيرا إلى استمرار عمليات الحظر البحري التي تهدف إلى منع حصول الميليشيا على الأسلحة من حلفائها الإقليميين. لم يحن الوقت بعد لتحرير صنعاء، غير أن ما يجري الآن على الأرض يشير لأن كل الطرق تقود إلى صنعاء. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين للحديث عن سير المواجهات وتطورات المشهد اليمني على ضوء تصاعد المعارك على الساحل الغربي. نبدأ مع ضيفنا من الرياض الأستاذ مختار الرحبي السكرتير في رئاسة الجمهورية، السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيوفك الكرام أيضا. أهلا بكم أستاذ مختار. بداية، اليوم كان نائب الرئيس ورئيس الحكومة يقوم بزيارة إلى باب المندب وأعلن أنها لتسلم المنطقة. تسلم المنطقة من أستاذ مختار؟ نعم، تسلم المنطقة من قوات التحالف التي شاركت في عملية تحرير المنطقة من ميليشيات الحوثي وكذلك ميليشيات المخلوع علي عبد الله صالح، وكذلك نشر قوات من الجيش الوطني في هذه المنطقة لإعادة الأمن والاستقرار فيها، وهي طبعا الجميع يعرف أنها منطقة استراتيجية، وباب المندب يعتبر حاول الحوثي أن يستغل هذا المنفذ وهذا الموقع الاستراتيجي الهام للمزايدة عليه عالميا، وأنه طرد ما كان يقول أنه هناك تنظيم قاعدة وبعض التكفيرين المتواجدين في طول الشريط الساحلي وفي محافظة عدن، وهي فزاعة استخدمها في كل المناطق التي دخلها وأثبت الشعب اليمني وأنها فزاعة ابتداء من دماج وعمران وصنعاء والمحافظات الجنوبية. لا يوجد هناك ميليشيا تقتل
اليمنيين غير الميليشيات الحوثية وقوات علي عبد الله صالح. طيب، كانت هناك تصريحات من قبل بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية والجيش الوطني تشير إلى أن المعركة في باب المندب ستتقدم باتجاه تعز، يعني ستمتد أيضا إلى بقية المناطق في الساحل الغربي، هل فعلا هذا ما سيحدث؟ أولا بالنسبة للخطط العسكرية يقوم بإعدادها وتنفيذها قوات التحالف في التعاون مع قوات الجيش الوطني، ولكن أنا أعتقد وأؤكد أن المعركة لا يمكن لها أن تتوقف في منطقة باب المندب أو في مناطق أخرى، بل بالعكس من ذلك تماما، ستصل القوات والدعم العسكري إلى منطقة باب المندب وسيستمر الزحف حتى مفرق المخا وكذلك تضييق الخناق على الميليشيات الإنقلابية بمحافظة عز، بل ستكون الميليشيات الحوثية في حصار مطبق من قوات التحالف، وهذا من المؤكد أنه سيسهل للمقاومة الشعبية في محافظة عز. أرجو أن تبقى معي أستاذ مختار. ينضم إلينا المحلل السياسي العميد المتقاعد العميد المتقاعد محسن خصروف. أهلا بك أستاذ محسن. اليوم كان المتحدث باسم قوات التحالف يشير إلى أن الأولوية الآن هي ليست لإسقاط صنعاء كما كان يتردد خلال الأسابيع الماضية، وأن المهم الآن هو إنهاء العمليات في مأرب وباب المندب. ما الذي تلمحه أنت في هذا التغيير؟ هذا هو المنطق وهذا هو الحق وهذا هو الموضوع والواقع. كلام هذا أنا أردته منذ فترة طويلة، أن الحديث عن صنعاء والهجوم على صنعاء والمحاور إلى صنعاء ينبغي أن تسبقه إنجازات كبرى أهمها بالمطلق عندي يعني تحرير تعز واستكمال السيطرة على مأرب. استكمال السيطرة على مأرب كاملة والسيطرة على تعز كاملة والانطلاق نحو السواحل الغربية أو العكس، الاتجاه من السواحل الغربية إلى تعز. يعني أشياء بديهية في أبجديات العلوم العسكرية. تتحدث عن هدف استراتيجي وأنت لا تمتلك ولا تسيطر على الطريقة المؤدية إليه ولا تمتلك قاعدة خلفية تؤمنك وأنت تنطلق إليه، كلام ما هو شيء. القيادة السياسية والعسكرية اليمنية التي تخطط لما يجري في التعاون مع قوات التحالف وليس العكس، يعني الذي يخطط العمليات العسكرية، القيادة العسكرية اليمنية والقائد على القوات المسلحة تعاون مع قوات التحالف العربي يعرفون تمام المعرفة بيقين أن تأمين تعز هو تأمين بالانتصار في عدن وفي لحج وفي الضالع وتأمين أيضا للانتصارات مأرب وطريق أو بوابة رئيسية للوصول إلى صنعاء، لكن عبر السواحل الغربية، عبر المخا والمندب والخوخا والحديدة وكل الموانية التي تهرب منها الأسلحة والعتاد والمواد التموينية والمعدات الاتصال والخبراء وكل أنواع التخريب التي تمارسه إيران عبر هذه السواحل. هي بدأت الخطوة الصحيحة حينما تمت استعادة باب المندب تعاون مع قوات التحالف، سلم اليوم هذا المضيق الهام الدولي إلى قوات الشرعية الجيش الوطني لحمايته وتسييره وحماية النحفي. طيب سيدة العميد، يعني بهذا الكلام الذي تقوله، ما الذي كانت تفعله قوات البحرية التابعة للتحالف العربي سواء البارجات السعودية أو المصرية أو حتى الدولية هناك؟ يعني هل كانت تراقب هذه القوارب سواء قوارب التي يرسلها الإيرانيون إن صحت الأخبار أو السواحل؟ يعني في الأخير كانت هذه القوات من المفترض أن تقوم بعملية مراقبة، يعني في حال إذا قلنا أنها الآن بدأت للتنبؤ بهذا الشيء. أنت تتحدث سيدي عن البحر وأنا أتحدث عن مواقع عسكرية، أتحدث عن ذباب، أتحدث عن المضيق كمواقع، أتحدث عن جزيرة بريم اللي هي جزيرة ميون الكبرى، أتحدث عن السيطرة العسكرية على الباب من الباب على المضيق من ناحية الجغرافيا من ناحية البر. هذه كانت كلها سيطرة الميليشيات الرئيس السابق صالح الحوثي. هذه كانت
سيطرته قوات الان تم استعادتها. هذه القوات تتحدث عن القوات البريه، القوات البحريه المصريه والفرنسيه والبريطانيه كلها في البحر تراجع عن بعد يعني. واذا وجدت سفينه ايرانيه كبرى تقبض عليها وتحترضها. التهريب الى الداخل اليمني كان يتم عبر سفن الصيد، مراكب صغيره، قوارب، سواعي كما يسموها عندنا في اليمن، ساعيه صغيره وقارب سيف صغير، ويحمل اسلحه كثيره ونوعيه كما حصل في الفتره الاخيره. وهذا ما تم. اذا السيطره على السواحل في حد ذاتها، سواحل من جهه البر، سيطره عليها من جهه البر ومن النقاط الرئيسيه المفصليه المحتمله، هو الفيصل الذي سيحرم ايران من تهريب الاسلحه والمعدات والعتاد وسائل الاستخبارات. طيب اسمح لي لميليشيات سياده العميد. سيادة الحميد، هذه الميليشيات من هذا الدعم. طيب ابقى معي سيادة الحميد، اعود الى الاستاذ مختار. استاذ مختار، ما الذي كانت تنتظره سواء قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه وكذلك قوات التحالف للسيطره على باب المندب وكذلك جزيره ميون، وهي يعني من اكثر النقاط استراتيجيه ولربما كانت من اسباب الاساسيه لدخول للمشاركه في قوات لمشاركه قوات التحالف في وتدخلها في اليمن يعني كما يقول الكثيرون؟ بالنسبه لدخول التحالف في معركه في اليمن، هي كانت بدعوه من رئيس الجمهوريه بعد الانقلاب الذي تم في العاصمه صنعاء على الدوله وعلى مؤسسه الدوله. لذلك اشرت لك ان كما يقول كثيرون ان باب المندب هو احد الاسباب الرئيسيه لهذا التدخل. نعم، حاول الحوثيين ان يرسلوا رسائل ايجابيه انهم لا يمكن لهم في حال من الاحوال ان يتدخلوا في الملاحه الدوليه، وكذلك ارسلوا رسائل مباشره للسلطات المصريه وارسلوا وفد الى مصر لكي يحاولوا ان يقنعوا السلطات المصريه انهم لا يمكن في حال من الاحوال ان يقوموا بالاضرار بالملاحه البحريه بما يؤثر على قناه السويس، ولكنهم فشلوا في ذلك. الجميع متحسس من الميليشيات الانقلابيه. بالتالي موضوع الانتصار الذي تحقق هو كان ضمن خطه عسكريه متكامله وضعت في مارب وكذلك في عدن قبل مارب، في عدن وفي لحج وفي كل المناطق، بعد ذلك انتقلت الى منطقه باب المندب. واعتقد ان المفاجاه وعامل المفاجاه والمباغته للميليشيات الانقلابيه هو اكثر ما يلخبط اوراق الانقلابيين في اليمن، حيث انهم لم يكونوا يتوقعوا اصلا ان تدخل القوات الى مدينه عدن وتم تسريرها خلال اسبوع، وكذلك في باب المندب يعني لم يكونوا يتوقعوا ان تصل هذه القوات وان يتم دحرهم من هذه المناطق. ايضا في محافظه مارب حتى هذه اللحظه يقولوا انهم ما زالوا في تبه المصاريه وكذلك في السد، والاخبار والصور تردنا من هناك انها بيد قوات التحالف وقوات الجيش الوطني. طيب استاذ مختار، يعني اذا جاز لي ان اسالك سؤالا اخيرا وان كان يعني يرتبط بالموضوع بشكل او باخر وليس بشكل مباشر. نحن نسمع كثيرا ان الاخبار التي تتداول في الصحف والمواقع ليست هي الحقائق وليست هي الثوابت التي تقوم بها عمليات التحالف في نهايه الحال على الارض. الان يقول التحالف انه يعني الناطق باسم التحالف انه كان هناك احتمالات لدخول صنعاء قبل تحرير مارب وتامين باب المندب. الان سياسيا ويعني بعجاله اذا سمحت، هل الأداء الذي يحصل ما بين تصريحات الحكومة عن أن ليس هناك قطع للعلاقات في إيران ومن ثم إعادة تصحيح هذه العملية من خلال الخبر الذي نشر اليوم، هل هذا يجري وفق خطة معينة لدى الحكومة ولدى الرئاسة؟ هو بالنسبة للتصريحات التي حدثت أمس أو الإشكالية التي حصلت، هو أن التصريحات تم إطلاقها أنه سيتم قطع العلاقات، وهناك فرق ما بين سحب السفراء وتبادل سحب السفراء وقطع العلاقة نهائيا. فأعتقد أن المسألة ليست بالمشكلة أو بما حصل. الكثير يحلل أن هناك إشكاليات وأن هناك مشاكل. أعتقد هناك تباين في وجهات النظر، شيء لا يؤثر على مجمل القضايا. الجميع يعرف أن إيران هي دولة
تقوم بالعبث وتقوم بدعم ميليشيات الحوثي، وليس من الآن، ولدينا أدلة، وكان هناك معتقلين بالأمن القومي إيرانيين، وكذلك خبراء من حزب الله اللبناني، ورئيس الجمهورية تحدث بالعام 2013 و 2014 تحدث ودعا إيران أن تكف يدها عن اليمن، ولكن للأسف الشديد ما زالت حتى هذه اللحظة تدعم الميليشيات الانقلابية وتدعمهم بالمال والسلاح والخبراء. بالتالي كان من البديهي أن يتم قطع العلاقة وطرد السفير الإيراني والدعوة لإخلاء السفارة الإيرانية من صنعاء، وكذلك طلب القائم بأعمال السفارة في طهران للعودة إلى اليمن. نعم أستاذ مختار، وإن كانت النقطة هي أساسا عن الأداء الإعلامي وقضية أن كل ذلك يمضي في خطة وفق خطة، وكذلك لأن الخلافات عندما تبرز على السطح ربما تؤثر على الجبهة الداخلية للشعب وللمقاومة بشكل عام. على كل حال السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية الأستاذ مختار الرحبي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ العميد المتقاعد محسن خصروف. أستاذ محسن، خلال الأيام الماضية لاحظنا استهداف مكثف لغارات التحالف للكثير من الجسور وإمدادات الميليشيا في الطرق التي ترتبط بالعاصمة صنعاء. هل هذه من ضمن الخطة التي تعدها قوات التحالف لخوض معركة في العاصمة، أو ربما لتجنب خوض معركة هناك؟ هذا ما هو معلن. هذا ما هو معلن أنه يعني لقطع طرق الإمداد عن العاصمة. لكن أنا في عندي ثلاث نقاط لازم أوضحها الآن. تفضل. أنه بالنسبة لباب المندب ورسائل الحوثيين إلى مصر وغيرها أنهم لن يأثروا عليه، هذا صحيح، لكن كان هدفهم استغلال باب المندب والسواحل الغربية لتدفق الإمدادات عبر إيران. هم لا يريدوا أن يأثروا على أمن مصر ولا أمن القوم العربي ولا على قناة السويس، ولا يهددوا وجود إيراني كثيف، لكن كانوا يريدوا أن يعني يستفيدوا من هذا الممر ومن هذه السواحل لوصول الإمدادات والدعم. هذا أولا. ثانيا الحديث عن صنعاء والهجوم على صنعاء والخلافات في التصريحات، أنا سأقول لك ما لم يقول لك الأستاذ مقترح فيه باعتباره متحدث رسمي. لو استطاعت السلطة الوطنية الشرعية الحكومة ورئاسة الدولة أن تتخلص من مراكز القوى المختلفة داخلها لكنا قد أنجزنا الشيء الكثير مع الأسود، وكانت تصريحات قطع العلاقات وعدم قطعها وطرد السفير وعدم طرده وعنوان بالغ هذا النوع من الخلاف مع الأسف الشديد، وهو ما أخر تطهير عدن والمضيق بابل وعسكر العناد قاعد في العناد وغيرها. نتمنى أن تتجاوز مكونات السلطة اليمنية المختلفة كل خلافاتها الشخصية وتتجه نحو إعادة الدولة والشرعية وبناء الجيش. طيب ماذا عن النقطة الثالثة أستاذ محسن؟ نعم، تحدث عن ثلاث نقاط تريد أن تطرحها بخصوص ما تحدث به الأستاذ مختار وكذلك بخصوص باب المندب. تحدثت عن نقطة باب المندب والمتاجرة الإيرانية الحوثية فيه إن صح التعبير، وكذلك عن أنه يجب التخلص من المناكفات ومراكز القوى في الأداء السياسي للحكومة اليمنية والرئاسة. هل هناك نقطة ثالثة تطرحها بهذا الخصوص؟ نعم، وهي الخلاف حول الحديث عن أولوية صنعاء أم غيرها من المناطق، لمن الأولوية؟ ثبت بما لا يدع مجال الشك أن الذين كانوا يتحدثون عن صنعاء والهجوم على صنعاء ومسألة وقت وأيام وساعات وليالي أنهم كانوا واهمون أو لديهم فكرة أو مخطط آخر. أنت لا تستطيع أن تنطلق من مأرب نحو صنعاء ومأرب نفسها لا تزال فيها بؤر ومعسكرات وقوات وألوية وقواعد عسكرية مناوئة. حتى هذه اللحظة جبهة الجفينة والفاو والصرواح لم تتحرر، حتى هذه اللحظة منطقة الأشراف اليوم غير أنها تم تحريرها وهناك مواقع عسكرية أخرى. لابد من تحرير محافظة مأرب كاملة في الشرق وجناحها الشرقي الشمالي ولا الجنوبي الغربي. طيب مأرب تحرير الجدعان وغيرها، صرواح بالجسد، لابد من هذا. هذه أمور عسكرية يعرفها أبسط العسكريين المهتمين بهذا الشأن. ثم كيف تتحدث عن
صنعاء وتعز التي هي البوابه الرئيسيه لعدم لصنعاء عفوا. طيب ما تزال سنعود لهذه النقطه استاذ محسن. دعني اشرك معنا الاستاذ عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك استاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أستاذ عبد الهادي. بحسب آخر الأنباء المتوفرة عن سير المعارك في منطقة باب المندب، أين تتركز هذه المواجهات الآن؟ حسب المعلومات الواردة تتركز المواجهات في مديريتين، مديرية دبا التي يقع ضمنها باب المندب وأيضا مديرية الوادعية، والمديرية الثالثة هي المحا. إلى الآن قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية استطاعوا فرض السيطرة على باب المندب ومديرية الزبرق، وأيضا يجري تنشيط الوازعية وهي مسيطرة عليها، ويبقى المهمة الثانية هي مدينة النخاع. طيب هل تعد النخاع تبتعد عن 115؟ نعم تفضل أستاذ عبد الهادي. بالنسبة للتعرف تبتعد عن المحا، تبتعد عن 115 كيلو، وهي كانت ضمن امتداد كل من اللواءين 117 وايضا اللواء 135 او المسمى ب 35 والذي ينتهي مباشرة غرب المدينة. هذه القوة تستطيع مباشرة الفرض السيطرة على الساحل الغربي لمحافظة تعز، وبالتالي يحصل التقدم اتجاه محافظة الحديدة وإعادة السيطرة على المنطقة الداخلية، وهو مهم جدا بالنسبة للسلطة الشرعية. جرى اليوم تسليم المنطقة من قبل القوات للأخرين. طيب هل تعتقد هل تعتقد استاذ عبد الهادي ان هذه ان هذه القوات يعني قد تشارك في اخراج الميليشيا من تعز؟ هذا بالتأكيد، هي لا تستطيع التقدم مع تعز دون تأمين تعز. تأمين تعز معناه تأمين ما تم إنجازه فيما عرف بالسهم الذهبي في المرحلة الأولى. أعتقد أن السهم الذهبي بدأ بالمرحلة الثانية، والمرحلة الثانية قد تشمل الساحل الغربي للجمهورية اليمنية بأكمله ومحافظة إب والحديدة، وبالتالي تكون قد خنقت سمها تماما من الناحية الغربية وخنقت الميليشيات بشكل عام، لأن هذه المناطق سوف تقطع تواصلها الدولي. طيب اسمح لي ان اعود الى المحلل العسكري الاستاذ محسن خصروف. استاذ محسن، قبل قليل تحدثنا عن باب المندب وهذه العمليه التي حدثت، وعن ضروره عدم ابقاء مراكز للحوثيين في المناطق التي قد تتقدم عنها الشرعيه او قوات الشرعيه التابعه للجيش الوطني. ما هو دور المباغته في مثل هكذا امور؟ انا اشكرك على هذا السؤال لاكثر من سبب. اولا علي عبد الله صالح، وانا اسميه صالح الحوثي او علي صالح الحوثي بعد ان تحوط وسلم الجيش والدوله ومؤسساتها لعبد الملك الحوثي، فهو لا يعجز عن كونه صالح الحوثي يعني. لا يترك في بعض المناطق كما نسمع خلايا نائمه، هو يترك سرايا وكتائب نائمه. لذلك فان الانتباه واليقظه هذه في هذا الجانب امر مهم. العمليات الجاريه الان في الجهه الغربيه من تعز في الوازعيه وموزع، انت عارف منطقه باب المندب والمخا يقع الى الشرق منها منطقه الوازعيه وموزع، والى الشرق منها المواسط الشمايتين والمواسط وجبل حبشي، وهذه كلها تمثل عمق استراتيجي للمقاومه، يعني ليست مناطق حاضنه للحوثي ولا لصالح الحوثي يعني. لذلك الاهتمام بها والانتباه اليها ودعم المقاومه فيها وتسليحها واعدادها وتدريبها، والان الان الان وليس غدا، مد المقاومه الشعبيه الوطنيه والجيش الشعبي الوطني في تعز بما يحتاجه من السلاح والعتاد والمعدات الطبيه والتموينيه ومعدات الاستار امر يمثل غايه في الاهميه. وبقيه ما يمكن ان نتحدث منه ليست الا امور استثنائيه، لانها ستؤدي بشكل اوتوماتيكي الى تلاحم المقاومه الشعبيه والوطنيه في اب وفي الضالع وفي لعج، والاتجاه غربا مع قوات الجيش الوطني في المخا والمندب نحو بقيه سواحل البحر الاحمر والحديده. وكما قال الاخير المتحدث الذي سبقني،
ستتطوق صنعاء من اتجاهات كثيرة، ولم تحرر صنعاء في إحصار السبعين يوم إلا عبر الحديدة. طيب أستاذ محسن سيادة الحميد، من وجهة نظر عسكرية، ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام الجيش الوطني وقوات التحالف لإنهاء الانقلاب في أسرع وقت، وكم الوقت المقدر لتحرير صنعاء وإنهاء هذا الانقلاب؟ يا أخي أنت جميل، الوقت المقدر ما أستطيع أن أقدره، لكن السؤال بحد ذاته، الخيارات المتاحة الآن استكمال السيطرة على الساحل الغربي، الاتجاه شرقاً لدعم المقاومة الشعبية والسيطرة على معسكر خالد ومعسكرات الخوخة في الساحل أيضا ومعسكر خالد والمطار القديم والالتحام بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز. هذه هي العملية الفيصل في كل ما سيجري، مع يتوازى مع هذا الاتجاه من كرش إلى الشريجة والراهدة والجند والحوبان للالتحام المقاومة أيضا في تعز. السيطرة على تعز من اتجاهات مختلفة مع استكمال السيطرة على جزء من الساحل الغربي هو يعني الخطوة المفصلية الضرورية الاستراتيجية لتحقيق الهدف الاستراتيجي من العملية العسكرية الجارية، وهذا ينبغي أن يكون واضح بوضوح شديد في ذهن المخطط العسكري وفي ذهن القيادة السياسية. بدون هذا يصبح أي كلام أضغاث أحلام. إذن الخبير العسكري العميد المتقاعد محسن خصروف كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ عبد الهادي العزازي. أستاذ عبد الهادي، برأيك ما الذي يشير إليه بدء التحالف بعملياته في هذه المنطقة؟ أستاذ عبد الهادي، هل تسمعني؟ أستاذ عبد الهادي، يبدو أن الاتصال قد انقطع. إذا مشاهدينا الكرام، كان معنا قبل قليل الأستاذ المختار الراحبي، تحدث قليلا عن ما تحققه المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني والتحالف في باب المندب، عن تسليمه من قبل التحالف إلى الحكومة الشرعية، وكذلك تحدث عن أن الأداء الإعلامي بشكل عام يكون ضمن خطة لربما يعني تجري على الأرض. تحدث كذلك الخبير العسكري والمحلل العسكري أيضا الأستاذ محسن خصروف عن أن الأمور يجب أن تأخذ بروية، وذلك في تحديدا بنقطة عدم إبقاء بعض المناطق العسكرية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خلف يعني خلف ظهر المقاومة الشرعية. يعود إلينا الآن الأستاذ عبد الهادي العزازي، كنت قد سألتك أستاذ عبد الهادي عن رأيك بماذا يشير بدء قوات التحالف بالعمليات في المنطقة، أقصد منطقة باب المندب اليوم أو منذ يومين. أعتقد أن التحالف بدأ في المرحلة الثانية من السهم الذهبي. المرحلة الأولى كانت في أربع محافظات، هي أديان والضالع ولحب وعدن، واليوم يتم تأمين المرحلة الثانية. المرحلة الثانية سوف يتم تأمينها بأكثر من خط، إضافة إلى أن فيها قوات موجودة هي القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبالتالي العملية لن تكون بتلك الصعوبة التي واجهتها قوات الجيش الوطني وأيضا المدعومة من التحالف العربي في المحافظات السابقة. الوضع في تعز ربما أن الحوثيين لا يتواجدون سوى في خط الإسترس الممتد من تعز إلى باب المندب، وأيضا من تعز إلى منطقة الشرجة. أما بقية المديريات فهي محررة تماما، ولا يتواجد جنوب سوى في هذه المناطق فقط، وبالتالي الحركة سوف تكون أسهل وأسرع، لكنها عملية مركزة تقتضي حشد كبير. أيضا العملية تتجه باتجاه ضبط سيطرة الحكومة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية. اليوم يتم التركيز على أكبر مخزن بشري متواجد في ثلاث محافظات، هي كل من تعز وعيد وحديدة، وهي المخزن البشري الاساسي لدعم مساله استعاده العاصمه، وايضا لسد الضغط الكبير الذي تعاني منه كل من جبهات مارب والجوف، على اعتبار ان القوى التي تدفع الى تلك الجبهات كانت تعتمد على بقاء هذه المناطق شبه محيده او مناطق مواجهات محدوده داخل النطاق نفسه.
نعم. إذا أستاذ عبد الهادي كنت معنا، أستاذ عبد الهادي العزازي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر ضيوفي عبر الهاتف السكرتير الصحفي في رئاسة الجمهورية محسن خصوف، مختار رحبي، وكذلك العميد المتقاعد والخبير العسكري محسن خصوف، وكذلك الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، حتى الملتقى، دمتم والوطن بألف خير.